طيب كان معانا من شويه معانا خبر بيقول ان كارتيرون بيفكر في عارف مباراه وديه عشان في فتره راحه كبيره ما بين ماتش الاسماعيلي وبين الفتره ممكن يقعد حوالي 10 من 8 ل 9 ايام، فهو بيفكر في مباراه وديه. شايف ان ده في مصلحه الفريق او لا؟ ده في مصلحته طبعا بالتاكيد، لو اكتر من ماتش ودي كمان يعني احنا محتاجين ده تقصد؟ محتاجين طبعا، يعني فتره التوقف اما جت في بدايه الدوري خلاص اللعيبه، عارف اقول حاجه دي، العجله بدات تدور، اللعيبه بدات خلاص تقف على رجليها، فان انت دلوقتي حالا الدوري بيقف، لا انت محتاج اكتر من ماتش ودي كمان، لان احنا عندنا السكواد بتاعنا ما شاء الله مليان يعني، فمحتاج اكتر من ماتش، ان انت اكتر من ماتش تجرب اكتر من لعيب تدخلهم في الفورمه. ماتش الاسماعيلي اللعيبه بالنسبه لها خلاص تبقى جاهزه، ما تتاثرش في فتره التوقف الطويله. طب في دلوقتي تجهيز للعيبه الناشئين ابتدى في كارتيرون يفكر في هذه المرحله، شايف برضو بالظبط ده ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا، ان انت تركز على قطاع الناشئين، مش بس عشان الزمالك بيمتلك افضل قطاع ناشئين في مصر، لا انت كمان عندك مشكلة افقية، فانت الحل البديل بالنسبة لك ان انت تعتمد على قطاع الناشئين. الزمالك على فكرة على مستوى الفرق كل الفرق الزمالك عنده مواهب ممتازة، يعني خلاص احنا بنتكلم احمد عيد مثلا باك اليمين دلوقتي هو الاساسي في الاسماعيلي، فلا الزمالك عنده لعيبه تقيله قوي في القطاع ومحتاجه ان هي تاخد فرصه، يعني في بعض المراكز كمان لو مستر كارتون ركز عليها جوه الفريق وركز ان انا اشوف عنصر مميز في قطاع الناشئين ان انا اعتمد عليه هيبقى في صالح الفريق بشكل كبير جدا. اعتقد هو فعلا بيلعب على يعني الحته دي جدا جدا، وهو فعلا بيفكر في مجموعه من الناشئين ان هو يضمهم لنادي الزمالك.